قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وأجل مسمى. والذين كفروا عما أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء
سيد الشاهد
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ
وحمله وفصاله 30 شهرا أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى Oh.
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين يوم يعرض الذين كفروا على النار
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم.